الجعالة تختلف عن الإجارة في أنها تجوز في القرب. القرب يعني ما يقرب إلى الله، مثل مؤذن، إمام، قاضي، هذه مدرس، معلم، هذه أعمال قرب، هذه أعمال قرب. فأكثر أهل العلم لا يجيزون أخذ الأجر على الأذان أو على الإمامة أو على القضاء، يقول هذه قرب الإنسان يسويها قربة لله، ما يصير دين وتدخل فيه دنيا. قال طيب أنا كوني أتفرغ للأذان، أتفرغ للإمامة، أتفرغ للقضاء، طيب متى أصرف على أهلي؟ ولا بد أن يتفرغ أحد، إذا أنا ما تفرغت وغيري ما تفرغ يصير يعني مر فرض ما حد يأذن، مرة أنت صلي فلان وصلي فلان وكذا، والقضاء كذلك يحتاج، بل حتى إمامة المسلمين خلافة. طيب إذا أبو بكر الصديق أول ما يعني ولي خليفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى السوق يبيع ويشتري، فقال له أبو عبيدة إلى أين؟ قال أبيع واشتري لأولادي. قال والناس؟ قال وأولادي. قال نجعل لك مبلغا من المال يكفك عن البيع والشراء. فجعلوا له مبلغا من المال، هالخليفة فجعلوا له مبلغا من المال يكفه عن سؤال الناس ويغني أهله. فالقصد، وكان ترى عبارة عن تيس، كل يوم تيس يعطونه أو نص تيس. فالمهم أنه الأذان والإقامة، أو عفوا الأذان والإمامة والقضاء والتعليم وغيرها والتحديث، وهذا كلها يسمونها أعمال قرب، أعمال قرب، فلا يجيزون أخذ الأجر عليها. يعني مؤذن مثلا يقول أنا أؤذن بالأجرة، ما تعطوني ما أذن، أنا إمام بالأجرة، ما تعطوني ما أم، يقول لا ما يصلح هذا، أين الصدق مع الله وكذا. فيقول طيب ما نعطيش، لا أعطوه بس أعطوه جعالة، أعطوه إيش؟ جعالة، والجعالة عقد غير لازم، والجعالة أيضا غير محددة مثل الإجارة، ممكن نعطيها الشهر 100، من الشهر الثاني نعطيه 200، واضح؟ شيء مفتوح يعني غير ثابت، وممكن يكون ثابتا. لكن الشاهد من هذا أن كثيرا من أهل العلم يرون أن الإجارة لا تجوز في القرب، وإنما تجوز فيها الجعالة. وهناك قول آخر لأهل العلم أنه لا تجوز الإجارة إذا احتجنا ولم نجد أحدا يقوم، لكن إذا وجدنا من يقوم بهذا، يعني جانا مؤذن يقول أنا حسبة لله سبحانه، وآخر يقول أنا بأجرة، لا ما يؤخذ الذي بأجرة. ولذا ابن عمر رضي الله عنهما جاءه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إني أحبك في الله، فقال له عبد الله بن عمر وأنا أبغضك في الله. قال سبحان الله، أقول لك أحبك في الله وتقول لي إنك تبغضني في الله؟ قال نعم، إنك تلحن في أذانك وتأخذ على أذانك أجرا. تلحن مو اللحن اللي هو يضيع المع، اللحن اللي هو المدود الزايدة، هذا تشوفون بعض المؤذنين زي لما يؤذن يمد بلست حركات ولا عشر، يعني عسى الله كثر ما الله معطيه من النسم زين. فالشاهد قال إنك تلحن في أذانك وتأخذ على أذانك أجر، هذا الشاهد أنك تأخذ أجر على أذانك، فرأى أن هذه منقصة فيه. فعلى كل حال الذي يعني عليه الأكثر أنه يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإمامة والقضاء والتدريس والخلافة وغير ذلك، ولكن لا شك تركها خروج من الخلاف. طيب هذا إذن في أعمال القرب. قال لأن العمل فيها يكون معلوما أو مجهولا، نعم الجعالة معلوم أو مجهول، الإجارة لا معلوم، سوي هذا العمل، الجعالة روح دور، إذا وجدت الفرس قد تجدها في يوم قد تجدها بخمسين يوم، فهي عمل مجهول غير معلوم ممكن يصير. يعني قال ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة، قلنا عقد لازم، بينما الجعالة عقد إيش؟ غير لازم، إلا إذا ترتب عليه ضرر على أحد الطرفين. نعم.